يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، لا يقيم صلبه. ولما أقول أن أتمنى أن يصل الحديث لهؤلاء كلهم من طمع أن يكرمهم الله عز وجل بالنظر إلى صلاتهم وقبولها، لأن هذا النظر نظر قبول. وبعض الناس ما تدري يعني من أين دخل عليهم ذلك، ما تدري من أين دخل عليهم ذلك، تضيع الاعتدال، تضيع الاعتدال من الرفع عند الرفع من الركوع وعند الرفع من السجود الذي والجلسة بين السجدتين. أما هذه الأدعية التي ثبتت عن النبي مثل الآن في الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض ملء ما بينهما وما ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هل هذه يقولونها؟ ما في وقت أصلا، أصلا ما رفع، فضلا عن يقول هذه الأذكار العظيمة المأثورة ولا الاستغفار الذي مر معنا في حديث عبد الله بن أبي أوفى.